إن شاء الله تؤجر عليه، لأن ده فيه فايدة للناس كلها. وأنا أول من استفادوا الحقيقة من المحاضرات. ثانيا برحب بالصحبة الطيبة أخي الفاضل الأستاذ الدكتور أحمد فريد، عالم من أعلام الأشعة في جمهورية مصر العربية، وأخويا الفاضل وعمدة الأشعة زي أنا دايما بسميه. برحب بالدكتور حسام منصور، أهلا وسهلا، رجل نشيط ومحترم. برحب برضو بالزميل أستاذ الجراحة في كلية طب بنها الدكتور أحمد زيدان. أنا إن شاء الله عندي هتكلم على الباريوم ستاديز إن مودرن راديولوجي، دو ذي هاف ا رول. الحقيقة الوقت الباريوم ناس كتير قوي ما عادتش بترضى تشتغله، وده خطأ، لأن في حاجات كتير جدا ما بتتشخصي إلا بالباريوم. عشان كده أنا عملت سلسلة عن هذا الموضوع على الباريوم في كل الجاسترو انتستاينال تراك، وقولا واحدا لا، الباريوم ستيل هاف أرول. وزي ما هنشوف في المحاضرات التالية، أنا هاخد سريعا في ليه أسباب إن الديكلاين في الباريوم ستاديز، وازاي هل هو هينتهي ولا لا، ولا هيزيد، ولا ايه، ازاي ننهض بيه ونستفيد منه. في الثلاثين سنة الاخرانيين كان في رابيد ديكلاين في الباريوم ستاديز لثلاث اسباب رئيسية، هي الانكريزد افيلابيليتي اوف اندوسكوبي، الادفانسد كروس سيكشنال ايميجينج اللي ريبليزد سام اوف ذا باريوم ستاديز لايك سي تي اند ام ار اي and other issues. The future of barium studies. هل هو في two scenarios؟ هل هو still will decline and this decline could continue and even accelerate till barium become an obsolete tool؟ أو هل barium will stabilize and even increase لأنه safe and cost effective diagnostic test؟ الحقيقة الام من هذا الورك is threefold: to consider the reasons for decline of barium studies, to review the role of barium studies in the diagnosis of gastrointestinal tract diseases ابتداء من الاسوفاجس الاستومك السمول and the large bowel, and to suggest certain strategies for enhancement بتاع اليوز بتاع البريوم. again the reasons of decline of barium الحقيقة due to increased availability of endoscopy, advanced cross-sectional imaging و other issues أو other factors زي إن هو operator dependent ومحدش من الجماعة الصغيرين برضى يشتغلوا, low income, barium always viewed by junior residents اللي هم لسه ما تعلموش, فبالتالي بنلاقي دايما اخطاء فيه وما بنوصلش منه لحاجه كويسه, وده مش مظبوط يعني. بالنسبه للانكريزد الافيلابيليتي اوف اندوسكوبي, باريوم سوالو والاندوسكوبي والمانومتري والبي اتش والحاجات دي كلها الى حد ما ريبليز للباريوم في حالات كتير قوي. يعني العيان بيجي يشتكي من ديسفيجيا, يروح عامل له على طول منظار. العيان بيجي من يشتكي من هارت بيرن, بروح عامل له منظار زي حالات الريفلكس اوسوفاجيتس. انما الحقيقه برضه هم بيلجأوا لنا التاني في الباريوم, بالذات في حالات الهيطس هيرنيا, لان احنا عارفين ان هو بيخش بالمنظار ويقيس المسافه من الانسايزور ويعرف الحته بتاع الاستومك لان هو مش شايف الهيطس يعني. انما بيلجأ لنا احنا اجين لو هو عاوز يكونفيرم ان في هيطس هيرنيا ولا لا. في الباريوم ميل, البيشنتس ويز ابيجاستريك بين ار فريكوينتلي تريتد باي امبيريكال بروتون بامب او ابر اندوسكوبي على طول, وما بيستناش يعمل باريوم ميل الا اذا كانت الحاله ريزيستنت معاه. السمول باول برضو الباريوم نقص فيها ليه؟ عشان اليوز اوف ابدومينال سي تي والسي تي انتروجرافي والام ار انتروجرافي والكبسول اندوسكوبي. طيب في الباريوم انما ليه برضو ريبليس الباريوم انما بحاجات اخرى؟
الدبل كونتراست باريوم انما ديسكاردد الايام دي بسبب اللور كولونوسكوبي الابدومينال سي تي اند ريسنتلي الكولونوجرافي الفيرتشوال كولونوجرافي. طيب الادفانسد كروس سيكشنال ايمجينج هل هي ريبليسد الباريوم توتالي ولا لا؟ انا ما اعتقدش ان ده صحيح. انما هي ليه ريبليسد الباريوم بارشالي؟ لان الجينيور ريزيدنس دايما بريفير سي تي وام ار. ليه؟ لانه نمره واحد هاي انكم، نمره اتنين they are mastering recent computer techniques، هم بيلعبوا على الكمبيوتر بسهوله عننا، فبالتالي بيفضل ان هو يشتغل على السي تي والام ار. ان هو برضو rapid and easy technique with no exposure، هو ما تعرضش الاكسبوجر، هو قاعد في اوضه الكنترول روم او السكند ورك ستيشن والفني بيشتغل وهو قاعد يشتغل، ما تعرضش لاي الحاجه الثانيه هو كان يوز تيلي راديوجرافي وياخد راي حد تاني اكبر منه في الاذر فاكتورز بقى اللي بتشارك في الديكلاين اوف باريوم. ان الباريوم ستادز ار مور ديفيكالت سكيلز وعاوزه واحد يكون متعلمها كويس، وده الحقيقه انعدم في الاجيال الجديده وبقى بالنسبه لهم ديفيكالت تكنيك. برضو اللو انكم السينيور راديولوجيست اللي هم ستيل بيرفورم باريوم ستاديز ما بياخدوش منها انكم، انما الصغيرين لا بيدور على الالترس السي تي والام ار اللي بتجيب له دخل اكتر، فبالتالي ده شارك من في الديكلاين اوف باريوم ستاديز. طيب ان يو اس اي وجدوا حاجه غريبه جدا، ان في سنه 2001 كان عندهم تقريبا 5 مليون استادز بتاع باريوم، نقصت ل 44، كان عندهم 5 مليون و416 نقصت في 2005 الى 4 مليون استادي اوف باريوم، دينوتنج هذا الايه الديكلاين السريع. طيب احنا عاوزين هنعمل نشوف الكلام ده صحيح ولا لا، هنعمل ريفيو سريع للباريوم في كل الجسم سريعا. هنبدا بالاسوفاجس وما اعتقدش ان احنا هنلحق نخلصه في هذا المقام، فهناخد شويه حاجات سريعه كده ونشوف فيها حاجات لا يمكن هتشخص الا بالباريوم. فاحنا هنبدا بالفارنكس والاسوفاجس. الباريوم سوالو فيهم سيف نون انفيزيف ريلاتيفلي ان اكسبنسيف، وبيدي جلوبال اكزامينيشن، بيجيب لك الاسوفاجس او الفارنكس كامل مش سيكشنز زي الكروس سيكشنال ايميدجينج. طيب الباريوم في الفارنكس والاسوفاجس بنستخدمه في ايه؟ ده بيستخدم في حاجات كتير جدا زي السوالو ديسفانكشن والسبيتش ديس اوردر، كونجينيتال ليجنز زي الويبز والكريكوفارنجياس ماسل، وبالذات الويبز والكريكوفارنجياس ماسل فيري ديفيكالت ان انت تشخصها باي حاجه غير الباريوم ستادز. الموتيليتي ديس اوردرز برضو احسن احنا نشوفها بالباريوم، ايذر كانت برايمري اور سكندري موتور ديس اوردرز. الدايفرتيكولمز، ده الدايفرتيكولم ده قصه، ده ممكن بتاع الاندوسكوب وهي داخل يبرفريت هذا الدايفرتيكولم. في بعض التيومرز انا محتاج اشوفها واشوف اللينس اوف ذا ليجن عشان اذا كان هيتدخل جراحيا ولا لا. الجيرد والبيبتيك ستريكشر والباريتس اوسوفاجس. كان برضو باريوم ديفرنشيات بناين فروم مالجنانت ليجن، الدايجنوزيس اوف انفكشوس اند فانجال ديزيزيس. او انا سريعا هقول الاناتومي بتاع الفارنكس ونبدا بقى نشوف شويه حالات كده سريعه وبعدين الفارنكس بيتقسم الى نيزو واورو ولارينجو فارنكس، واللارينجو فارنكس بيتقسم الى ايبي وهايبو فارنكس زي ما احنا عارفين. ادي صوره كويسه جدا بالباريوم لل ادي الفاليكولي وادي البايريفورم فوسي وده الارشنج لاين اللي كنت اللي مركز عليهم، ده هو هنا عاتي باريوم خفيف قوي عشان يورينا الاناتومي كويس. انا برضو الاناتومي في صوره تانية باين كويس قوي.
طب الاناتومي بتاع الاسوفاجس، الاسوفاجس بيتقسم لثلاث حتت، السيرفايكال اسوفاجس، ثوراسيك اسوفاجس، اند اللور اند او الانترا ابدومينال بارت بتاع الاسوفاجس. ودي حاجات مهمه جدا. السيرفايكال اسوفاجس بيبقى شورت سيجمنت بتمشي من عند سي 6 لعند الليفل بتاع دي 1، وبتبقى عباره عن فيتشر ليست تيوب في الميد لاين. الانتر بتاعها بتاع الاسوفاجس فوق بدايته بيسمى الابر اسوفوجيال اسفنكتر او اللي هي الكريكو فارينجياس ماسل، وهنشوفها دلوقتي. ادي منظر الفيتشر ليست تيوب بتاع السيرفايكال اسوفاجس، وده عباره عن جاست تيوب فيلد وسباريوم. ادي اللاترال فيو برضو للسيرفايكال بورشن بتاع الاسوفاجس. طيب الثوراسيك بارت بتاع الاسوفاجس دي بتاكستند من دي 1 لحد اللور اند. الابر بارت باسز بهايند الكارينا اند ليفت مين برونكاس، ذا لور بارت باسز بهايند ذا ليفت اتريوم. وفي ارياز اوف نورمال ناروينج هنعرفها دلوقتي لانها مهمه. ادا الدبل كونتراست بتاع الثوراسيك بارت بتاع الاسوفاجس. اللور اند بتاع الاسوفاجس ده هي اللي مهمه بالنسبه لي. دي شورت سيجمنت حوالي 2 الى 4 سنتيمتر ان لينس، ات هاز لور اسوفاجيال سفنكتر. اللور اند از كومبلكس ستراكشر، وتسمع فيه كلام في الاناتومي كتير قوي، وتسمع اي رينج وبي رينج وستيزج رينج وغيره. انا هحاول ابسطه خالص فعندي في حاجتين، ثلاث حاجات امبورتنت وثلاث حاجات وحاجتين ليس امبورتنت. الامبورتنت الاي رينج والبي رينج والفيزيتبيول، الليس امبورتنت اللي هي الهياتس والستيزج رينج. ادي الايرينج اللي هي دي اللي هي اللور اسوفوجيال سفنكتر اللي هي الوايت ارو، وادا الفيزيتبيول، وادا اللور البيرينج او اللور اسوفوجيال. ادي اجين المنظر تاني، ادا الايرينج والبيرينج والفيزيتبيول ما بينهم، عشان ساعات احنا بنشوفه في النورمال باريوم محدش يقول عليه ده هيتس هيرنيا. ادا المنظر اجين تاني، الايرينج والبيرينج. طب الهيتس او الديافراجماتيك هيتس هي النورمال اوبننج ان ذا ديافرام ذات ترانسميتس الاسوفاجس، نو ريليشن تو جاسترو اسوفاجيال جانكشن. ودي بتبقى يا 2 سنتيمتر اباف اور بلو. الساتيسج رينج دي از كونفليكتنج، ات مي بي برومننت رينج اي او رينج بي او ات مي بي بيبتيك ستريكشر. الحقيقه يعني احنا كنا دايما نقعد نسمع عليها. انا منظر جميل جدا للور اند بتاع البودي بتاع الاسوفاجس. ادا الرينج اي، ادا الرينج بي، وادا الفيزيتبيول، وادا الدافراجماتيك هايتس، وادا جزء من الاستومك. المنظر ده شهير جدا في كتب الراديولوجي. ادي الساتيسج رينج وقلنا ملهاش اي اهميه قوي يعني. طيب الارياز اوف نورمال ناروينج بتاع الاسوفاجس، ودي مهمه جدا. عندي الابر اسوفاجيال سفنكتر عند الكريكويد كارتليج، ودي اباوت 14 مليمتر ان دايامتر. وبعد كده عندي الاورتيك ارش اند ليفت مين برونكاس، ودي 17 مليمتر ان دايامتر، واللور اسوفاجيال سفنكتر. دول الارياز اوف نورمال ناروينج. طب ايه الكلينيكال امبورتنس بتاع الارياز اوف نورمال ناروينج؟ دول بوتنشال سايت فور ديفلوبمنت اوف دايفرتيكولام زي زينجر دايفرتيكولام، وبوتنشال سايت فور بيرفوريشن ديورينج اندوسكوبي. وادي الارياز اوف نورمال ناروينج. طيب قبل ما اخش في ان اشرح ديزيزز، انا عاوز اشرح حاجه مهمه اللي هي التايبز اوف بريستاليسز بتاع الاسوفاجس. انا عندي البرايمري والسكندري والتيرشري، وايه الفرق بينهم؟ البرايمري بريستاليتيز دي بتبقى تريجرد باي سوالو، يعني اول البني ادم ما يبدا ياكل ينزل الاكل يعمل تبدا البرايمري بريستاليسيز. والسنتر بتاعها بيبقى في البرين، والويف بترافل حوالي 2 سنتيمتر بير سكند،
ودايما بيبقوا سيميتريكال وكوردينيتد عشان تبوش الفود داون ووردز تو ذا ستومك. وزي ار ريسبونسبل قلنا فور باسج اوف ذا فود تو ذا ستومك. طب السكندري بريستاليسيس بقى لا دي انديوسد باي اوسوفيجال ديستنشن، يعني لما اللور اند بتاع الاوسوفيجاس يبقى ملان بفود بولس تبدا السكندري بريستاليسيس عشان تنزل الاكل ده الى الايه الاستومك. اتس رول تو كلير الاوسوفيجاس فروم ريتيند فود، برضه هي سيميتريكال وكوردينيتد. نيجي للتيرشري بريستاليسيس اللي هي الباثولوجيك دي النون بروبالسيف، يعني ما تدفعش الاكل لقدام وتبقى ان كوردينيتد، يعني مش قبل بعضهم الكونستريكشن من الاب مش قبل بعضهم موفز اب اند داون، وبتبقى انترميتنت ودي باثولوجيك اللي احنا بنسميها التيرشري كونتراكشن بتاع الاسوفجس. طيب الديزيزز بقى الاسوفجيال ديزيزز الباثولوجيكالي زي ار كلاسيفايد انتو ديزيزز اوف ذا هايبوفارينكس اند ابر اسوفجس، diseases of the middle and lower esophagus. يعني انا باخد الفارينكس او الهايبوفارينكس مع الابر اسوفجس في كاتيجوري والميدل واللور اسوفجس مع بعض في ايه في كاتيجوري. لو خدت انا بدات بالهايبوفارينكس والابر اسوفجس ايه الكومن ديزيزز اللي عندي حاجتين مهمين قوي اللي هم ايه، يا اما فانكشنال ابنورماليتيز او ستراكشرال ابنورماليتيز. الفانكشنال ابنورماليتيز زي الكريكوفارينجيال ديسفانكشن او اللي بيسموها كريكوفارينجيال ديسفيجيا او ايبيجلوتيك ديسفانكشن. استراكشرال ابنورماليتيز بقى زي الويبز والنيوبلازم والريترو فارينجيال ابسس والدايفرتيكولا. طب نيجي للفانكشنال، اول حاجه منهم الكريكوفارينجيال ديس اوردرز او بيسموها كريكوفارينجيال اكاليزيا. دي منظر ظريف جدا لسترونج كريكوفارينجياس ماسل، دايما تعمل اندنتيشن ظريف جدا سموث اندنتيشن على البوستيريور اسبكت، عمرها ما تيجي انتيريور لان هي الماسلز بتاعتها انسيركلينج الاسوفاجس والسترونج بارت اللي هو اللي بيبقى ورا يعمل اندنتيشن ورا، عكس الويب نلاقي الويب واخد قدام ورا زي ما هنشوف دلوقتي. طب ايه هي الكريكوفارينجياس ماسل دي؟ اتس كولد ابر اسوفجيال سفنكتر سيمي ليونر او سيمي سيركولر ماسل لوكيتد 3 سنتيمتر بلو الادمز ابل، ات بريفنتس ريفلكس اوف فود فروم الاسوفجاس تو ذا ثروت، يعني هي بتمنع باسج الاكل للشيست. ات ريلاكسز تو بيرميت باسج اوف فود تو الاسوفجاس، لما يجي الاكل يعدي على الاسوفجاس هي بيحصل لها ريلاكسيشن والعكس. طب فيلير اوف ريلاكسيشن اوف ذيس كريكوفارينجياس ماسل يعمل ديسفاجيا تو سوليدز مور ذان فلويد. ادي منظر ظريف جدا، انا جايب هنا الكريكوفارينجياس ماسل اهي بتعمل اسم، انما الثاني بقى الويب لا انا جايب الاثنين قبل بعض عشان التفرقه، الويب يعمل زي دافرام كده في الاثنين وهنشوف ده ثاني دلوقتي اوضح. طيب في الاستراكشرال ابنورماليتيز عندي بقى الويبز والنيوبلازم والريتروفارينجيال ابسس والدايفرتيكولانز. طيب ادي اول حاجه الويبز، ايه الويبز دول؟ دول سيميليونر او سيمي سيركولر ممبرين بيبقى حوالي 1 ل 2 ملم ان سيكنس ارايز فروم ذا انتيريور رول اوف ذا سيرفايكال اسوفاجس جاست بلو الكريكوفارينجياس ماسل، وهنا بتيجي اهميته. الطايز بتاع الويبز ما هتهمنيش قوي، انما هو دائما بيبقى معاه حاجه اسمها البلامر فينسون سندروم او الباترسون براون كيلي سندروم اللي هو بيبقى كلتنا عارفينه، ايرن ديفيشنسي انيميا اور لو سيرم ايرن، يانج فيميل ويجي لها ريكرنت فوميتنج وبنلاقيها دايما فيها سايكيك ديس اوردرز ومعاها اسوفجيال ويب. انما حكايه ان هي تديفلوب مالجنسي ولا لا دي برضو كونتروفيرسيال، بعض الناس بيقول ان اسوشيشن اوف ويب تو كانسر اسوفجاس، بعض الناس بتقول لا الكلام ده مش مظبوط، ده هو جاست ان هو ايه كانت حاجه انسيدنتال فاين. ادي حاله ظريفه جدا الست جايه بويب فهنلاقيه بيعمل دافراجماتيك او سموث اندنتيشن على الانتيريور والبوستيريور اسبيكتس
بتاع الباريوم فيلد اسوفجاس ده اجين. طيب ده برضو اجين حالة تانية دي شفتها ست في ليبيا جايب ديسفيجيا وفيها جاست ويب، وده الحقيقة صعب ان انت تشخصه باي حاجة تانية غير الباريوم. ادى الحاجتين مع بعض الكريكوفارينجياس ماسل او السترونج كريكوفارينجياس ماسل والويب. طب النيوبلازم، النيوبلازم اللي عندي المالجنانت ليجنز في الابر اسوفجاس ار يوجوالي سكويمس سيل كارسينوما، وبتبقى بنسميها احنا البوست كروكويد كارسينوما، وبتيجي بالريجولار فيلينج ديفكت بالمنظر ده وميكوزال ديستراكشن، والاقي الفاليكولا بقى فيها ريتيند باريوم اللي بيسموها ايب بروميننت او بيرزيستنت فاليكولا ساين، ودي واحده من الدياجنوستيك ساينز بتاع ادي انذر كيس اوف بوست كروكويد كارسينوم. طيب الريتروفارينجيال ابسيس ده من الحاجات الظريفه، انا فاكر ان انا دخلت مره في الام دي حاله ريتروفارينجيال ابسيس ولا حد خد باله منها وزعلوا قوي، قال لك ان مش واخدين بالنا. ليه بقى؟ هو ما خدش باله من انه هو واخد على السي تي والام ار، ما خدش باله من الباريوم ان بيبقى فيه عندي وايد ريتروفارينجيال سبيس. انفكشن ده بيحصل في ريتروفارينجيال سبيس اسبابه ايه؟ تروما سوالود فورم بودي اور انسترومنتيشن، الجماعه اللي بيتعمل لهم ابر اندوسكوبي او حاجه، تونسلايتس، الفارنجايتس، انفكشن اوف ذا سيرفايكال سباين اس تي بي كان اكستند to the retropharyngeal space او post operative. ادي حالة ظريفة جدا بالبلين اكس راي هتلاقي ماركدلي وايد retropharyngeal space. هو retropharyngeal space ده المفروض انه يساوي حجم الفيرتبرايا اللي جنبه يبقى قد كده. لا وفي هنا كمان في جاز شادوز denoting ان في infection، وده كان confirm. ادي another case ماركدلي وايد ريتروفارينجيال سبيس وده لارج ريتروفارينجيال ابسيس. ادى السي تي بتاعه، انا ما اعتقدش ان السي تي واضح وكل حاجه بس مش زي الباريوم. الباريوم ادانا جلوبال بيكتشر للموضوع فاحسن من الباريوم. ادي انذر كيس، البنت دي انا فاكرها كويس قوي، كانت عندها تراكيو اسوفجيال فيستولا وحد عمل لها العمليه بعدها جايه بديسفيجيا. فشوف الريتروفارينجيال سبيس قد ايه كبير جدا، وفيه عندي اير فلويد ليفل وزق ال 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 اير قدام. ادي الباريوم سوالو بتاع نفس العيانه، ادي الريتروفارينجيال ابسيس وعندي اير فلويد ليفل، وهنا الريجولاريتي في الاسوفجاس مكان التراكيو اسوفجيال فيستولا اللي هو عملها لها لسه حتى الريجولاريتي باينه. وده اعتقد انا حتى عملت للبنت دي سي تي بعد ما بلعت الباريوم، للاسف ما كنتش اقدر اتخلص من الباريوم فعملت لها كتين ثلاثة سي تي كده. ادى الريتروفارينجيال ابسيس، انا اعتقد ان الباريوم سوالو اداني صوره اوضح وجلوبال فور ذي باثولوجي. طيب الدايفرتيكولامز بقى دي قصه ثانيه، ريلي ات اوكيرز بيفور الايدج اوف 40 يير، على لما يحصل فيه some sort of degeneration للمصل أو weakness للمصل، usually falls due to bulge of the mucosa through the muscle. يعني مش كل layers بتاع الأسوفجاس أو الفارنكس بتطلع برا، لا ده الميكوزا بتتفتح واللي أنا آسف المصل layer بتتفتح ويخرج منها الميكوزا، عشان كده بيسموه false diverticulum. usually asymptomatic unless إذا كان large ممكن يدينا ديسفيجيا. عندي تو تايبز اوف دايفرتيكولي، البوستيريور فارينجيال دايفرتيكولام اور زينكرز دايفرتيكولام او اللاترال فارينجيال دايفرتيكولام اللي بيسموه الايرز. وده ادى الزينكر ريلاتيفلي كومون اند اوريجينيت بروكسيمال تو الابر اسوفجيال سفنكتر ثرو ديهيسنس بتوين الاوبليك اند ترانزفيرس فايبرز بتاع الانفيريور ستريكتور ماسل. يوجوالي العيان بيجي يا اما بديسفيجيا يا اما ريجرجيتيشن اوف اندايجستد فود.
الباريوم يوريه لنا ازاي. البلين اكس راي ممكن نلاقي جاز فلويد ليفل. الباريوم شوز الباوتش يوزوالي تو ذا ليفت ديسبليسنج الاسوفجاس انتيريورلي. ونتيجه لهذا الديسبليسمنت انتيريورلي الباوتش كم تو لاي اون ذا لاين وذ ذا سوالود فود. يعني هتيجي اون لاين مع الاندوسكوب اللي نازل, وده يعمل لايبيليتي فور بيرفوريشن. الفود ريمينانتس في هذا الدايفرتيكولم ممكن تلخبطني من مع الماليجنانسي. وكنا زمان نقول لك غير البوزيشن بتاع العيان مع الباريوم, اذا اتحركت تبقى فود, اذا ما اتحركتش تبقى ماليجنانت. انا فاكر وانا نايب كان لنا زميل نايب اشعه وكان مسافر, كان بعت لي جدته كل شويه عندها لارج دايفرتيكولم, كنت اعمل لها باريوم سوالو اقعد عين منه ارشيف ادا لارج دايفرتيكولم اهون بوستيرو فارينجال دايفرتيكولم او زينكر دايفرتيكولم وازائق الاسوفجاس قدام. فاللي هيجي ينزل بمنظار هينزل كده, ممكن يعمل بيرفوريشن. فبالتالي انا اعتقد الباريوم هيبقى كبدايه مهم جدا. ادي برضو انا لارج بوستيرو فارينجال دايفرتيكولم, ادي انذر كيس اوف لارج بوستيرو فارينجال دايفرتيكولم, وادي اللارج دايفرتيكولم وماشي اون لاين مع الابر بارت بتاع الفارنكس. ادي انذر كيس اوف فارينجال بوستيرو فارينجال دايفرتيكولم او زينكر دايفرتيكولم. هنلاقي الدايفرتيكولم ماشي ان كونتينيوتي مع الفارنكس وزق الاسوفجاس اللي قدام, وده بيبقى سبب الايه الديسفيجيا عند العيان ده. دي انذر كيس اوف. طيب اللاترال فارينجال دايفرتيكولم ات از ان كومون وبيسموه فارينجو سيلز او الفارينجيال ايرز. ادي الحالة فيها البيلاترال لاترال فارينجيال دايفرتيكولم او الفارينجيال ايرز. طيب لو جينا للميدل واللور اسوفيجاس, ايه الديزيزز اللي انا ممكن الاقيها؟ وانا مش هطول على حضراتكم قوي, انا جاست 10 دقائق بالظبط او 5 دقائق اكون مخلص. انا ممكن الاقي كونجينيتال انوميليز, موتيليتي ديس اوردرز ودي مهمه جدا, دايفرتيكولم, الهايتس هيرنيا والريفلاكس, الاسوفجايتس والاسوفجيال ماسز زي الليوميوما والاسوفجيال فاريسز والاكسترينسك اندنتيشن والاسوفجيال انجريز. الكونجينيتال انوماليز عندي اكتر حاجه واشهر حاجه الاسوفجيال اتريزيا. وهنا حاله ظريفه جدا برضو من الحاجات كنت شغلها وانا نايب, كنا زمان بنشتغل بالليبيدول. ادي الاوبليتريشن اللي بتاع الاسوفجاس, وادي الفيلنج بتاع التراكيه من تراكيو اسوفجيال فيستولا. ومش هنخوض في الطايبز بتاعتها عشان ما نضيعش وقت. وده انذر كيس عاملها قريب خالص برضو فيها تراكيو اسوفجيال فيستولا. طيب نيجي للدافراجماتيك هيرنيا. زي ما احنا عارفين ان عندنا تو تايبز اوف دافراجماتيك هيرنيا, يا الانتيريور يا بوستيريور دافراجماتيك هيرنيا او هيرنيا اوف بخدلك. انا بالبلين اكس راي انا لقيت هنا في اير في الشيست جنب الهارت. لما عملنا لاترال لانها جاي قدام السباين, فغالبا دي هتطلع هيرنيا اوف بخدلك. لما عملنا الباريوم لقينا كل الستومك تقريبا طالعه فوق في الشيست. ده البوستيرور دافراجماتيك هيرنيا, دي انتيرور دافراجماتيك هيرنيا. لو جينا نبص على البلين اكس راي شيست هنلاقي اير شادو كده تحت, ما اقدرش احكم عليه قوي. لما عملت باريوم لقيت الكولون معظمه طلع فوق في الشيست ورا الاسترنم. دي الهيرنيا اوف مورجاجني. ادي انذر كيس اوف بوستيرور دافراجماتيك هيرنيا او هيرنيا اوف بخدلك. انا برضو الراجل ده كان راجل كبير مش صغير يعني, وكان جاي بعامل هو الراجل بيجي له شيست بين, فعملوا له كل حاجه لدرجه ان هم عملوا له اي في بي. كان الكلام ده قبل السي تي. فانا لاحظت ان هنا ايه ماس وفيها جاز شادو, فروحت اعمل له باريوم انما طلعت بوستيريو دايفراجماتيك هيرنيا او هيرنيا. انا انذر كيس
الاستومك دخلت جوه في الشيست كلها ورا في واتقلبت. دي حالة برضو تانية ظريفة جدا فيها تو باثولوجي، وده من الحاجات الظريفة جدا ان البريم ممكن يوريك اكتر من باثولوجي. هنا بارت من الكولون دخل الشيست والعيان عنده كمان ماركتلي دايليتد كولون، غالبا كان ميجا كولون، واعتقد ان العيان ده اتاخد له بايوبسي وطلع اجانجليونيتك سيجمنت. طيب انا مش هطول قوي. الموتيليتي ديس اوردرز، الموتيليتي ديس اوردرز من الحاجات اللي بنقابلها على طول، زي البرايمري موتور، بنقسمهم البرايمري موتور ديس اوردرز وسكندري موتور ديس اوردرز. برايمري يعني ايه؟ الديزيز في مين؟ في الاسوفجاس نفسه، زي التيرشري كونتراكشن اللي سمعنا عنه قبل كده، سيمتوماتيك ديفيوز اسوفجيال سبازم، سيمتوماتيك اسوفجيال بريستاليسيز، والاكاليزيا، ودي اشهر حاجه عندنا الفيجراس اكاليزيا والبريس بايوبيك اسوفجاس. السكندري موتور ديس اوردرز سببها ايه بقى؟ الديزيز مش في الاسوفجاس نفسه، لا، يا اما ميتابوليك يا اما غيره ومأثر على الاسوفجاس، ودي بنشوفها في قطاع كبير من الناس قوي. بوست اوبراتيف زي البايلاترال ترانكال فاجوتيوم اللي ما حدش عاد بيعمله، ميتابوليك ديس اوردرز زي الجماعه اللي عندهم دايابيتس او كرونيك الكوليزم، يقولك بسكندري موتور ديس اوردرز. وكتير قوي تيجي تعمل لعيان تلاقي عنده دايابيتس وجاي بديسفيجيا وما تلاقيش عنده حاجه، او نيورو ماسكولار ديس اوردرز او لسكليرو ديرما. ده سريعا التايبز بتاع الـ لو جينا التيرشري كونتراكشن اوسوفيجاس، ده اشهر منظر ليه، انك تلاقي مالتيبل سيمتريكال كونتراكشن اسيمتريكال كونتراكشنز افكتنج الانتيرور والبوستيرور وولز بتاع الاوسوفيجاس، ودي العيان بيجي بديسفيجيا وما تلاقيش لا ميكوزال ديستراكشن ولا فيلنج ديفكت. ده انذر كيس اوف تيرشري كونتراكشن، ودايما الاقيه معاه اسوشيتد معاه دايفرتيكولي مع الاسوفيجاس. اجين تيرشري كونتراكشن اوف ذا اسوفيجاس، ده تيرشري كونتراكشن اوف ذا اسوفيجاس اللي هو قلنا الكوركس كرو اسوفيجاس. طيب الديفيوز اسوفيجيال سبازم ده بيبقى انترميتنت شيست بين وبيلخبطك مع الانجينا، وراديولوجيكالي بلاقي دايما ده يجي في اللور اند بتاع الاسوفيجاس لدرجه انه كان اوبليتريت اللور اند بتاع الاسوفيجاس زي المنظر اللي احنا شايفينه ده. طب الديفيوز اسوفيجيال بريستاليتيز دي برضو بتيجي بانجينا لايك بين وسيميلر تو ديفيوز اسوفيجيال سبازم، بس بتبقى مور سيفير زي المنظر اللي احنا شايفينه ده، ومعاها اسوشيتد برضو دايفرتيكولام في اللور اند بتاع الاسوفيجاس. الاكاليزيا ودي اشهر حاجه عندنا المعروفه، لان بتلاقي لها فايندنج في البلين اكس راي وفايندنج في الباريوم. البلين اكس راي هلاقي وايد سوبيريور ميدياستاينم واوباستي تو ذا رايت سايد اوف ذا هارت وإير فلويد ليفل وموتلد أبيرانس، ولاقي ريكارنت بيزل انفكشن اوف ذا تشيست، ولاقي ابسنس اوف ذا جاز بابل اوف ذا ستومك اللي بيسموها اسوفجيال ووتر سيل. انما الاسوفجاس الباريوم هلاقي دايليتد وذ سموث تيبرنج اوف ذا لور اند. ادي الاكاليزيا بالبلين اكس راي، هلاقي شادو كده ولاقيه باين من الشادو بتاع الهارت لان ده بوستيريور ميدياستاينم وده ميدل ميدياستاينم. وهنا لو لاحظنا برضو هنلاقي هنا ايه ابسنت جاز بابل بتاع الاستومك مش موجوده لانه عامل زي الووتر سيل. ادي انذر كيس اوف ديسفيجيا، هنلاقي حالات ديسفيجيا كتير. ادي برضو انذر كيس اوف اكاليزيا، انا اسف، ودي انذر كيس اوف اكاليزيا، ودي انذر كيس اوف اكاليزيا، ادي برضو انذر كيس اوف اكاليزيا. طبعا احنا كل يوم بنقابل الحالات دي كتير. الـ 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 وطبعا الباريوم اللي هيشخصها الفيجراس اكاليزيا بقى، ادي فيجراس اكاليزيا ممكن الاقي معاها ايه مالتيبل سموث كونستريكشنز. انا مش عارف انا لسه عندي وقت ولا اكمل ولا طيب انا سريعا بس هنشوف حاجتين ثلاثه.
دكتور طلال بيه دكتور طلال ديس اوردرز زي الدايابيتس والسكليروديرما. الفرق بين السكليروديرما والاكاليزيا ان انا هلاقي ايه دايليتد اسوفاجس وذ دايليتد لور اند. اللور اند مش هلاقيه نارود زي الاكاليزيا. ادي كيس اوف سكليروديرما برضو. دكتور هشام اتفضل يا بيه. يا دكتور انا طلال. لسه عندي وقت ولا يا باشا خد راحتك على الاخر يا دكتور طلال. طب انا هخلص الاسوفاجس سريعا يا دكتور هشام. لا 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 براحتك يا دكتور طلال براحتك. خد وقتك على الاخر. خد وقتك على الاخر يا دكتور طلال. ماشي يا دكتور هشام احنا مستمتعين على الاخر. براحتك خالص. فادي السكليروديرما هلاقي عندي ماركت لدايليتد اسوفاجس واللور اند مش زي الاكاليزيا ان الاقي فيه سموث تيبرنج للور اند. نيجي للدايفرتيكولمز بتاع الميدل واللور سيردز بتاع الاسوفاجس. دول التلات انواع المشهورين اللي هو بالشن دايفرتيكولم وتراكشن دايفرتيكولم والابيفرينيك دايفرتيكولم. ادي التلات انواع انا حاططهم جنب بعض. ادي العيان عنده موتور ديس اوردر وعنده بالشن دايفرتيكولم في هنا. هنا اللور اند بتاع الاسوفجس في ابيفرينيك دايفرتيكولم ودي التراكشن دايفرتيكولم اللي بنلاقيه زي المثلث. هنا التلاته جنب بعض ظراف جدا. ادا البالشن ادا التراكشن ادا الابيفرينيك دايفرتيكولم. ادي لو جينا للبالشن دايفرتيكولم بيبقى اوكيرز في الايدجينج بيرسونز وبيبقى اسوشيتد مع موتيليتي ديس اوردرز اند ريلي تو بي كونجينيتال. وده يبقى له وايد نيك اند بروجكت ان اني دايركشن اكسبت بوستيريرلي. ليه؟ لان الاسباين ورا مش هيعرف يرجع ورا. ادي كيس اوف بالشن دايفرتيكولم اهو جاي على اللاترال اسبكت. التراكشن بقى التراكشن اولويز بيجي في الميد اوسوفيجاس وبيبقى اسوشيتد ويز توبركولوس ميدياستاينال ليمفادينايتس وبيبقى تريانجولار ان شيب. البيز بتاعه توردس الميدياستاينم والابكس توردس الهايلم زي المنظر الظريف ده جدا. هلاقي تريانجولار البيز بتاعه كده توردس مين الميدياستاينم والابكس جاي توردس الهايلم اوف ذا لانج اللي فيها الليمف نود. ادي انذر كيس اوف برضو تراكشن دايفرتيكولم. الابيفرينك بقى دايما بيجي في اللور اند اباف الديافرام عشان كده بيسموه ابيفرينك وبيبقى دايما للرايت سايد. فريكوينت اللي بيبقى اسوشيتد مع برضه تيرشري كونتراكشن اوف ذا اوسوفاجس. ادي منظر ظريف جدا. ادي التيرشري كونتراكشن وادي الابيفرينك دايفرتيكولم لارج دايفرتيكولم جاست اباف الديافرام. ادي انذر كيس اوف ابيفرينيك دايفرتيكولم ثيرد كيس اوف لارج ابيفرينيك دايفرتيكولم وانذر كيس اوف ابيفرينيك دايفرتيكولم. نيجي لانتيتي اوف ديزيزز جديده الهايتس هيرنيا والجيرد. ودي برضو حاجات من المهمه جدا اللي احنا بنشخصها اكتر بالباريوم. الهايتس هيرنيا اللي هي هيرنيشن اوف بارت اوف ذا ستومك ثرو ذا فراجماتيك هايتس التايبز. هو دايما تيجي تسال اي طالب يقول لك حاجه او اتنين. لا ده هم خمسه طايب. يا اما الاكزيال هايتس هيرنيا والبارا اوسوفجيال او الرولينج هايتس هيرنيا والميكسد هايتس هيرنيا اللي هي الاكزيال والرولينج والشورت اوسوفجاس والتوتالي انترا ثوراسيك ستومك. ادي الكومنست تايب اللي هي الاكزيال هايتس هيرنيا واللي بتبقى يوجوالي اسوشيتد تبان احسن طبعا في التليندرنبرج في الليفت انتيريور اوبليك بوزيشن. بارتومز من الاستومك طلع في الشيست والجاسترو اسوفجيال جانكشن نفسه طلع فوق ما بقاش في مكانه. ادي حاله ظريفه. ادي انذر كيس اوف
لارج اكسيال هيتس هيرنيا، بس هنا ايه الفرق؟ انها بانت في الاريكت بوزيشن دينوتنج ان هي ايه انكارسريتد هيرنيا ودي ماست بي اوبريتد. ادي انذر كيس اوف انكارسريتد هيرنيا لانها باينه في الاريكت بوزيشن. طيب ادي انذر كيس اوف برضو لارج انكارسريتد هيرنيا باينه في الاريكت بوزيشن، لارج بارتم للاستومك بقى اباف الليفل بتاع الدايفرام، ودي من الحاجات اللي احنا بننفرد بتشخيصها كويس قوي. البارا اوسوفجيال هيرنيا بقى ليس كومون، الجاسترو اوسوفجيال جانكشن بيبقى تحت الدايفرام وبارت اوف ذا ستومك يطلع جوه الشيست، وانما الكاردو اوسوفجيال جانكشن ايوه ادي منظر ظريف جدا، الجاسترو اوسوفجيال جانكشن تحت الدايفرام، انما حته من الاستومك رولينج في الهايتس وطلعت جنب الاسوفجاس وزقت الاسوفجاس اللي عشان كده بيسموها رولينج او برا اسوفجيال هيرنيا. هنا برضو واحده تانية هلاقي الجاسترو اسوفجيال جانكشن في مكانه تحت وحته كبيره من الاستومك طلعت فوق، ادي الرولينج، ادي اجين الرولينج برضو وباينه برضو في الاريكت دينوتنج ان انكارسريتد، ادي الجاسترو اسوفجيال جانكشن تحت وحته من الاستومك فوق. الميكسد بقى ان الاقي ادي الميكسد، انا الاقي الجاسترو اوسوفجيال جانكشن طلع فوق بس عندي برضو رولينج او برا اوسوفجيال هيتس هيرنيا. الشورت اوسوفجاس الحقيقه كان عندي حاله وضاعت وما لقيتش حتى في النت حالات شورت اوسوفجاس كتير. ادي النوع الخامس اللي هو التوتالي انتراثوراسيك ستومك، تلاقي الاستومك كلها دخلت جوه من الهيتس واتقلبت، لازم تتقلب، الجريتر كيرفيتشر يبقى فوق. عندي بقى الريفلكس الجيرد اللي هو الريفلكس، وده اشهر حاجه، وده الحقيقه هم متميزين عننا بالمنظار بيشوفوه احسن مننا. ليه؟ لانه الريفلكس اوسوفجايتس بتبقى مالتيبل سوبرفيشال السرز الا اذا كان باريتس اوسوفجاس بتبان. ادي ماركت جاستر اوسوفجيال ريفلكس باي باريوم، ادي اجين دي حاله ظريفه جدا ماركت جاسترو اوسوفجيال ريفلكس وعندي ريفلكس اوسوفجايتس. طيب لو احنا بقى هنا برضو ماركت جاسترو اوسوفجيال ريفلكس وحته هيرنيا اكزيال هيتس هيرنيا صغيره، والعين عنده كمان بروجكتنج السر على الجريتر كيرفيتشر اوف ذا ستومك، وبرضو عن عيان عنده ماركت جاسترو اوسوفجيال ريفلكس اجين ماركت جاسترو اوسوفجيال ريفلكس. نيجي للباريتس اوسوفجاس بقى، وده من الحاجات المهمه جدا اللي هي كولامينرايزيشن اوف ذا سكويموس ابيثيليوم اوف ذا لور اند اوسوفجاس، ودي بري مالجننت بتقلب الادينو كارسينوما والميكوزا بتبقى جرانيولار وفيها سوبرفيشال اند ديب السرز، والديب السرز دي هي الدايجنوستيك وبتحصل في 10% من العيانين بتوع الجيرد. ادي حاله ظريفه جدا ماركت جاسترو اوسوفجيال ريفلكس وديب السر اهي دينوتنج ان العيان قلب الليبرت ولازم حل والا هيقلب الى مالجنانت. ادي انذر كيس اوف باريت، ادي ديب السر اهي بروجكتنج السر على الانتيريور اسبكت، ادي انذر كيس اوف باريت اوسوفجاس والاقي ديب السر، واعتقد ان ايه الباريوم فيها الاسوفجيال استريكشر بقى انا مش هخوض فيها كتير عشان ما اضيعش وقت. هما بيتقسموا الى برايمري الكارسينوما والبيبتيك استريكشر والاكسترينسك كومبريشن والاستريكشر ويز كاركترستيك راديوجرافي زي الاكاليزيا والدايجنوز وادا البوست اوبراتيف استريكشر. ده طفل كان عنده تراكيو اسوفجيال فيستولا وصلحوها له بس بقى فيه بناين استريكشر. الاسوفجايتس انا عندي 3 مين تايبز اوف اسوفجايتس، بيبتيك او ريفلكس اسوفجايتس اللي احنا قلناه، انفكشوس اسوفجايتس اللي هي المونيليزيس ودراج انديوسد اسوفجايتس زي الجماعه اللي بياخدوا تترا سايكلين. ادي التيبيكال مونيليال اوسوفجايتس بتاع الشاجي اوت لاين، تلاقي
الاسوفجاس بقى شكله مخملي كده وشاجي او اتلاين، ودي بتيجي لنا كتير جدا في الديابيتكس. ادي برضو عيانه انا فاكر الست دي كانت جايه لي من عند جراح، بس كان جراح شاطر قوي، هو جايب لي كده كاتب لي دي مونيليا الاسوفجايتس، وعمل لها باريوم وخدت علاج وجات لي عملت باريوم تاني كانت زي الفل. ادي اجين تاني مونيليا الاسوفجايتس. طيب ادي دراج انديوسد اسوفجايتس. الماسس بقى بتاع الاسوفجاس ودي اخر حاجه اعتقد عندي، اللي هي المالجنانت ماسس زي الكانسر اسوفجاس، والبناين ماسس زي الليومايوما، الفايبروفاسكولار بوليب، الانفلاماتوري بوليب، وريتينشن سيست، واسوفجيال دوبليكيشن سيست. الكانسر اسوفجاس بيبقى طبعا سكويمس سيل كارسينوما في الابر وفي اللور ادينو كارسينوما عشان التايبز اوف ابيثيليوم، ودي حاجات كلتنا عارفينها. الكانسر ادي لور اند اسوفجيال كانسر، وكانت دي ادينو كارسينوما. وهو الغريب انا الراجل ده فاكره كويس، كان واخد جان شوت وفاكره كويس قوي يعني. ادي انذر كيس اوف كانسر ميدل سيرد، وكانت سكويمس سيل كارسينوما. ادي التيبيكال رات تيل ابييرنس بتاع كارسينوما اوف ذا لوور اند اوف ذا اسوفجاس، ده ايرلي كارسينوما في الميدل سيرز بتاع الاسوفجاس. الليومايوما دي البناين تيومر، وبتيجي صعب قوي ان احنا نشوفها، احنا بتوع الاندوسكوب بيشوفوها احسن مننا. ادي ليومايوما اوف ذا هايبوفارينكس فوق بين از سموث فيلينج ديفكت. الفايبروفاسكولار بوليب ودي هامرتوما، وبتبقى في الابر ثيرد بتاع الاسوفجاس، وبتيجي بمالتيبل بلوبويدال فيلينج ديفكتس بالمنظر اللي احنا شايفينه دول، وما فيش معاه اسوشيتد الريتينشن سيستس والدوبليكيشن سيستس. ادا دوبليكيشن سيست في الاسوفجاس طبعا ما بيبانش معانا بالباريوم، واحسن يبان في السي تي. الاسوفجيال فارسس طبعا هم بقوا ملوك فيها الوقت بتوع الاندوسكوبي، واحنا ما عدلناش رول فيها قوي. زمان كنا بنشوف المنظر ده اللي هو السيربيجينس ومالتيبل سموس سمول فيلينج ديفكتس بتاع الباريوم في الادي انذر كيس اوف اكستنسيف اسوفجيال فارسس. دي كانت حالات من زمان ايام قبل الاندوسكوبي، ما كانش لنا شغلانه الا احنا نقعد طول النهار نعمل باريوم سوالو. ده الكوزس اوف اكسترنسيك كومبريشن للاسوفجاس، ومانيش هاخد فيها كتير، كلتنا عارفينها. دي بس حاجه ظريفه، البوستيريور اندنتيشن على الاسوفجاس باي ابرنت سبكليفيان ارتري. الاسوفجيال انجيريز بالتروما والفورن بوديز. انا لسه شايف حاله امبارح طفل كان بياكل وجاء حصل له انجري والفود بقى ريتيند. ادا اسوفجيال بيرفوريشن ست جايالي بريكرنت اتاكس اوف سيفير فوميتنج، فحصل لها اسوفجيال بيرفوريشن. ده الاسوفجيال انجري باي اللي هو الكوروزيفز، هنلاقي لونج سيجمنت اوف ناروينج وسموث ميكوزا، ما فيش بيسموها ايه ديستورتد نوت ديستراكتد ميكوزا. ادي انذر كيس اوف بوست كوروزيف اسوفجيال ستريكشر، وادي ثيرد كيس اوف بوست كوروزيف اسوفجيال ستريكشر. اشكركم جدا جدا، ويا رب تكونوا استفدتوا حاجه من اللي انا قلته. وبقيت السلسله معايا الباريوم في الاستومك والسمول انتستين واللارج انتستين، واشكركم جدا جدا جدا. شكرا جزيلا استاذ.